المشكلة ديالي هي التزوير، ما تعطانيش حقي. نخوت ما ظنهمش أنا بأنهم غيمنعوني أنا من هذا المحل. احتجوا علي بتواصيل مزورة. قال لي بغيتي نفسخ العقد، بغيتي نجدد معك العقد. إيه راه لي 10 مليون، غتعطيني 10 مليون. قال لي ما يمكنش أساعد الرئيس، إذا نعطيك 10 مليون ولا المحل ديالي ونعطيك 10 مليون. قال لي لا، غتعطيني 10 مليون ولا ما بغيتيش راه كاين اللي يعطيك أكثر. بقات لي يومين في المجلس، جددنا العقد نهار 29 يا ربي في شهر 3 2021، وهو مشى نهار 31. هو يتكى عليا انا، يلا دعيت الله تعالى وتبارك استولى في الحق. انت كنتفاجئ بانه حول العقد في اسم واحد اخر، مقابل كنسمع بانه اعطاه 20 مليون. انا كنسمع في جماعه التحكيم كامله كتقول هذا المشكل، بانه اعطاه 20 مليون باش حول لي العقد. بسم الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا بوسلام المخلوفي من جماعه التحكيم. المشكله ديالي هي التزوير، ما تعطانيش حقي بتاتا. انا كتربطني علاقه كرائيه مع الجماعه جماعه التحكيم، انا والوالد ديال المرحوم الله يرحمه ويوسع عليه منذ سنه 1982. بعد وفاه والدي رحمه الله عليه، اخوتي غير اشقاء استولوا على هذا المحل التجاري ومنعوني منه بالقوه. مشيت للمحكمه، درت بهم شكايه للمحكمه بالاحتلال، واحتجوا علي بتواصيل مزوره، وحكمت علي المحكمه بتاريخ 19/3/2015 كاني كاري لهم هذا المحل، رغم ان هذا الحكم صدر عني كاني كاري لهم. درت شكايه بالتزوير وما تعطانيش الحق ديالي. كان 1982 كنمارسو فيه التجاره انا والوالد عندي الله يرحمه. بعد وفاة الوالد سنة 2014 31 شهر 3 2014 توفى الوالد الله يرحمه، استولوا اخوتي غير اشقاء على هذا المحل ومنعوني منه بالقوة. واش الاخوان ديالك كانوا كيكونوا في المحل؟ لا ما كانوش كيكونوا. عندما مرض الوالد، الساعة اللي تصاب الوالد بالمرض، جلسوا في المحل، وحنا خوت ما ظنهمش انا بانهم غيمنعوني انا من هذا المحل. اول ما دخلوا المحل حنا ماشي هذيك الساعه كان عندنا شي مشكل، ما عندنا حتى شي مشكل نهائي. على الوالد مريض، حنا مضاربين مع الوالد وتصاب بالشلل النصفي، كنجرو به في السبيطارات وهادي وهادي وهادي، ملايين معاه. هاد خوتي صغر مني، جلستو انا في المحل، كل مره كيجلس واحد، هما ثلاثه هما اربعه كاع، كل مره كيجلس واحد، ومره نجلس انا مره، لاننا حنا خوت ما ضامنش شي حاجه غادي توقع بيناتنا بتاتا كاع، لان هذا بعد الوفاه عاد منعوني من المحل. سالي قلت لهم انتم كيما كنت انا والوالد غنبقى انا وياه، مناصفه خذوا النص ديالكم والنص ديالي وما كاين حتى مشكل. قال لك لا، بيعوا لينا ولا كريه لينا ولا سير للمحكمه. انت شريك مع الوالد عندي، وها الكونترادا عندي، الكونترادا وعندي التواصل فيهم انا والوالد، والكونترادا عندي فيها انا والوالد الله يرحمه ويوسع عليه. بعد الوفاه خوتي منعوني من المحل، سالي دعيتهم للمحكمة، احتجوا عليا بتواصيل مزورة، وحكمت علي المحكمة كأني كاري لهم بتاريخ 19/3/2015. لا، ما عندهم حتى شي عقد كراء. عندي عقد كراء انا والوالد ديالي مع الجماعة الله يرحمه، هو اللي كاين. حكمت علي المحكمة كأني كاري لهم، حكمت علي المحكمة بتاريخ 19/3/2015 كأني كاري لهم. وغادي نقرا لكم هذا الحكم. إن المحكمة بعد اطلاعها على كافة وثائق ومستندات القضية، وانطلاقا من ما راجع بجلسة البحث ومن مؤيدات الطلب، وعت المدعى عليهم، ثبت لديها أن محور النزاع ينصب على العين موضوع عقد الكراء الإمضاء بتاريخ 14/2004. مفاده أن المجلس البلدي لجمع التحكيم أكر المدعى فيه لفائدة المدعي وممرته المسمى المخلوف المختار، فهو بذلك
فهو بذلك علاقة ودية تنضمها مقتضيات عقد الكلا طبقا لقانون الالتزامات والعقود باعتبارها الشرعية العامة في القانون، حيث إن باستقراء الفرع الثاني من الباب الأول من القسم الثالث من قاف لام عين وخاصة الفصلين 635 و 643 فإنه يبقى على عاتق المكتري التزامان أساسيان، أولهما تسليم الشيء المكترى، وثانيهما ضمان انتفاع المكتري وحيازته لمحل الكلاء بلا معارض. ويقتضي الضمان بالنسبة للمكري التزامه بالامتناع عن كل ما يؤدي إلى تعكير صفو حيازة المكتري، ويسأل المكري ليس فقط عن فعله وفعل أتباعه بل أيضا عن الأفعال الانتفاع التي يجريها المكترون الآخرون أو غيرهم من تلقوا الحق منه، لأن حكمت علي المحكمة كأني كاري لهم. والقانون كيمنع شي ممنوع الكاري كري لغيره، لأني أنا كاري ممنوع الكاري كري لغيره، وحكمات المحكمة كأني كاري لهم بهذا التواصل اللي دفعوهم هما المحكمة وكيقولوا بأن هذا السيد كاري لهم. المهم استأنف الحكم، محكمة استئناف لغات الحكم الابتدائي. أنا درت شكاية بالزوير سنة 2015 بتاريخ 28/4/2015 درت شكاية بالزوير، وهذا الزوير ما تعطانيش الحق ديالي بتاتا إلى يومنا هذا. أنا من سنة 2015 إلى سنة 2021 بالتوصيل تواصيل مزورة ما تعطانيش الحق ديالي، رغم أن حكم صدر ضدي أنا أبو سلام المخلوفي، وصبحوا كيقولوا هما كلام هضره لا أساس لها من صحة، مجرد كلام بدون وثيقة، والمحكمة مساعداهم، وأنا اللي كنهضر بهذا الحكم اللي صدر عليا بأنها التواصل بأنها مزورة ما تعطانيش الحق ديالي بتاتا إلى يومنا هذا. عدة خلافات وعدة مشاكل وقعوا لي، لأن السيد القاضي التحقيق رسلنا لي بمفردي أنا بوحدي، وبعد مدة رجعت كنبحث عن الملف ديالي، قال لي ودي الاستماع اللي استمعت ليك توضر لي الجلاليه راه ما عرفتو فين جلا، جلس سالي جلس بدا كيحكي لي داك الاستماع اللي استمع ليا هو مده هذه 3 شهور ولا 4. قلت واه ما يمكنش انا كاين قدامه، ممكن انا غادي نعاود نحكي ليه، علاش هو قاعد كيعاود هو انا كاين موش نعاود ليه انا علاش. المهم علينا صيفطوا الملف ديالي الرجال الدرك باجراء خبره خطيه، سالي مشيت انا الرجال الدرك كنسول على الملف ديالي، قال لي راه غادي تجرى خبره خطيه على المختار. قلت لهم لا ما يمكنش، راس الحكم اللي صدر راه صدر على بوسلهام، وانا اللي داير شكايه بالزوير، ما يمكنش يدار خبره خطيه على المختار المرحوم الله يرحمه، خاص الخبره الخطيه تجرى عليا انا، راه تبت عليا انا اللي كاري، ما تبتش على الوالد الله يرحمه. مرس عليك انت لو الوالد راه ما كنا كارينا عندنا حل والو، ما بقاوش كيقولوا بان انا اللي كاري لهم، رغم ان حكم قضائي باسم صاحب الجلاله نصره الله، صحو كيقولوا كاري عند ولي مفهمهم، ولكن هذا الحكم اذا هذا الحكم ما عنده قيمه، هذا الحكم اللي صدر باسم صاحب الجلاله واذا انا عارف واش عنده شي قيمه ولا ما عندوش. صحو كيقولوا هضره لا اساس لها من الساعه وتقبلت لهم، وجرات الخبره الخطيه على الوالد ديالي، ودرنا طلب الاستاذ دار طلب للسيد القاضي التحقيق بان الشكايه راه تقدمت في اسم بوسلام ماشي في اسم المختار، وراه الخبره الخطيه خصها تجرى على بوسلام ماشي على المرحوم الله يرحمه، لانه هو اللي صدر ضده حكم حكمت عليه المحكمه، رغم داكشي والو تاع شي حاجه ما كاينه نهائيا والو. تبتو كان هذوك التواصل كاري بهم الوالد الله يرحمه، رغم انهم كذوب ما كاين لا توصيل، ما عمرنا كنا كارين احنا بتاتا لا بتوصيل ولا بلا توصيل، وما عمرني كريت انا هذاك المحل بتاتا لا انا ولا الوالد الله يرحمه، احنا بجوج كنمارسوا التجاره، الوالد كيمارس التجاره وانا كنمارس التجاره، لا يمكنش لينا احنا نكرو المحل، واخا عاد العشيه نديروا عكاس كروت قدامه غنصور فيه 5000 درهم ولا 6000 درهم في الشهر، لان محل تجاري وعلى الشارع، والنوض انا نكري ب 500 درهم. وانا عندي وليدات رب اسره، هذيك الساعه في 2014 هذيك الساعه كنخسر على ولادي انا 4000 درهم 5000 درهم شهريا من اجل الدراسه فقط، وردني هو كاري انا ب 500 درهم، ورغم داك الشيء ما تعطانيش حقي. سالي درت شكايه بالزوير، سالي تبت على الوالد ديالي كانه كاري
وجات خبره خطيه على هذوك التواصل كانهم صادرين على الوالد ديالي. جبت انايا هذاك الحكم الرئيس الجماعه، جبت لي هذاك الحكم وقلت ليه، لان سبق لي قبل كنت انايا طالبات بتجديد العقد وانعدام التعامل مع المحتل وباداء واجبات الكراهيه عدة طلبات، هما كل شيء عندي، طلبات بتجديد العقد وطلبات بانعدام التعامل مع المحتل وطلب باداء واجبات الكراء، ورغم هذا السيد الرئيس كاين فيني الحقوق ديالي هاضمه ليا بتاتا. سالي جت لي هذاك الحكم قلت ليه هنا راه تبت على الشريك ديالي كانه كاري هنايا راه فسخ العقده. قال لي وبغيتي نفسخ العقده، بغيتي نجدد معك العقد؟ ايه راه لي 10 مليون غتعطيني 10 مليون. قلت لي لا ما يمكنش سعادة الرئيس، انا نعطيك 10 مليون ولا المحل ديالي ونعطيك 10 مليون. قال لي لا غتعطيني 10 مليون ولا ما بغيتيش راه كاين اللي يعطيك اكثر. بعد مدة سقط الخبر بأن رئيس الجامعة انفصل عن الرئاسة، جراو عليه ولا دار شي خابلة ما عرفتش شنو، دار شي فضيحة ما بقاش في الرئاسة. مشيت أنايا للجامعة كنسقسي المحل على مشكل المحل اللي بغيو يتخلصوا مني ولا تجديد العقد ولا شي حاجة يديروا معايا شي حل من حيد هذا الرئيس. من مشيت أنا كنسول بغيت نأدي واجبات الكراء، من مشيت عند هذاك الموظف قال لي ودي هذا المحل مديور عليه كروة. قلت لي علاش ديال هذا الكروة مديور عليه؟ مشيت عند سعادة الباشا كنسول كيفاش نديرو كروة على هاد المحل، من جينا نسقسو كنلقاو العقد تبدل في اسم الشخص اللي هو متابعين بالتزوير في اسم واحد فيهم، ناض جدد ناض دار حول العقد في اسمه هو، وهو مشى نهار 19 جدد معاه العقد نهار 19 في شهر نهار 29 يا ربي في شهر 3 2021، وهو مشى نهار 31، بقات ليه يومين في المجلس هو يتكى عليا انايا دعيت الله تعالى وتبارك استولى فيه الحق. وانا كنطالب دابا من الناس المسؤولين وعلى راسهم صاحب الجلاله نصر الله باش تعطاني الحق ديالي. انا داير به شكايه السيد الرئيس الجامعه، انا داير به شكايه هاي دايرها فيه، وانا باقي نطلب الله تعالى وتبارك يكون شي خير. كنت كنخلص الواجبات الكراء، عندي تواصل عندي داكشي ما يثبت داكشي، كنهضر انا بالوثيقه ما كنهضرش من فراغ. تحبس لي الخلاص الساعه اللي دخل هذا النواقل سالي ولا تحبس لي الخلاص مثل واش بغيت تخلص مني، وكيتخلص منه هو رغم انه هو اسمه ما كاينش في الكونترا. درت عده اجراءات، طلب تجديد العقد عده طلبات، هما راه كاينين واحد 20 طالب كاين عندي هنا، واحد طلبات بتجديد العقد وطلبات بالشريك ديالي كانه مات الله يرحمه. ورسلت السيد العامل، عندي طلب السيد العامل وعند الطلبات والو ما تعطانيش الحق ديالي بتاتا. عندي ما يثبت بانه ما كيتخلصوش من عندي، عندي ما يثبت لان طلبت اليوم درت طلب باداء واجبات الكراء ورفضوني، ودار لي اسباب بانه كيتسني واجبات سكنيه فوق المحل، جوج ديور فوق المحل بانه كيتسني، وانا مشيت خلصت الكره ديال الديور الفوق. سالي خلصت الكره ديال الفوق، دازت واحد المده مشيت ثاني بغيت نخلص الكره، رفضوا ما بغاوش يتخلصوا مني. سالي رفضوا ما بغاوش يتخلصوا مني، صيفطت عن طريق عاون قضائي، سالي ارسلت عن طريق عاون قضائي باداء واجب الكراء، رفض. قال لي بانه كنت سالك فلوس الكره ديال الديور الفوق. سالي قال لي كنت سالك فلوس الكره ديال الديور الفوق. كتبت لي لا، كان كيتسني فلوس هذيك الساعة، كيتسني فلوس كرا، ولكن أنا كنبغي نخلص هو ما كيبغيش يتخلص مني. وكتبت لي طلب بأن أنا مستعد نأدي واجب الكراء، أرفض. ما بغاش يتخلص مني، سألي قال لي كنتسالك كرا، قلت لي أنا موجود نخلص، ها هو الطلب عندي بأني باغي نخلص، أرفض. وعاود ثاني كتبت لي تذكير بأن مستعد نأدي واجب الكراء، أرفض. ومشيت حطيت فلوس في صندوق المحكمة. أنا دابا حاليا راه حاطط فلوس الكراء في صندوق المحكمة ديال الجماعة. حتى كنتفاجئ بانه حول العقد في اسم واحد اخر مقابل كنسمع بانه اعطاه 20 مليون، انا كنسمع في جماعه التحكيم كامله كتقول هذا المشكل بانه اعطاه 20 مليون باش حول ليه العقد. هل هذا حق؟ انا منذ زمان وانا كاري هذا المحل وانا عايش فيه، وانا هذا السيد ينصب عليا بالمقابل، وانا دعيت الله تعالى وتبارك، وانا كنطالب من المسؤولين ومن المحسنين وعلى راسهم صاحب الجلاله نصر الله باش يدير لي الحق ديالي، راني كنت ظلمت
رغم عدة تظلمات. أنا دابا راني غير اختصرت التظلمات، وما راه عدة تظلمات وقعات ليا، عدة تظلمات. دابا عندي المشكلة في ما بيني وبين رئيس الجماعة في المحكمة الابتدائية مدينة أسفي، وعندي مشكل ديال الشهود راه كيثبتوه من الوثائق. نعمت الشهود كيثبتوه من الوثائق، الأدلة. علاش ما يجددش معايا العقد أنا اللي من حقي؟ أنا كتربطني مع علاقة كيرائية مع الجماعة، وأنا اللي طالبت بجدد العقد، علاش ما يجددش معايا أنا؟ شنو المانع اللي منعو ما يجددش معايا أنا؟ وشنو الدافع اللي خلاه ينوض يحول العقد في اسم هذاك السيد اللي متابع بالتزوير؟ هو على علم بأننا احنا في المحكمة وبأنه متابع بالتزوير، على علم. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.